اليوم نجسد هذه الوقفة الاحتجاجية من أمام الأكاديمية الجهوية بجهة دار بيضاء سطات. طبيعة الحال هذه الوقفة القطبية تأتي في سياق معين، أولا هو سياق القمع الذي تعرضنا له والتنكيل والسحل الذي تعرضنا له بشوارع الرباط خلال الإنزال الأخير، بحيث أن الآلة القمعية واجهتنا بطريقة أقل ما يقال عليها أنها طريقة همجية، طريقة بربرية. أيضا تأتي هذه الوقفة في سياق استمرارنا وتشبتنا بمطلبنا العادل والمشروع، ألا وهو مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد التخريبي الذي يستهدف حق الأستاذ بداية في الوظيفة العمومية وحق أبناء الشعب المغربي في وظيفة عمومية قارة، ويستهدف أيضا المدرسة العمومية ويستهدف من خلالهم حق الشعب المغربي ومكتسب من مكتسبات الشعب المغربي. اليوم قلت نحن عندما نجسد هذه الوقفة نجسدها بتاريخ له ما له من الدلالات، وهو تاريخ 23 مارس وما يمثله في المخيال المغربي. نحن الآن نرتبط بتاريخنا، نرتبط بنضال هذا الشعب المغربي، الشعب الأبي، الشعب الجسور، الشعب الحر والمناضل الذي لطالما تشبث بحقوقه، لطالما قال بأنه لن يتنازل عن حقوقه. نحن أيضا عندما نجسد هذه الوقفة الاحتجاجية نؤكد على أن الحكومة والوزارة الوصية ومن يهمه الأمر هو المسؤول عن هذا الاحتقان الذي يحدث داخل قطاع التعليم، وهو المسؤول عن هدر الزمن المدرسي، ونناشد المسؤولين إلى فتح باب الحوار وحل هذا الملف في أقرب وقت ممكن، لأنه لا أحد من مصلحته استمرار المشاكل داخل قطاع حيوي مثل قطاع التعليم. جينا الوقفة اليوم كنبداو بالأشكال ديال العنف اللي تمارست في حقنا في الرباط من طرف البلطاجية والمخزن بشتى أنواع الأشكال، العنف اللي تعرضنا لها من التحرش، التنكيل، التأديب، السب، الشتم، الركل، الرفس. جينا لهذ الوقفة تنديدا ما آلت إليه أوضاع الشغيلة التعليمية، جينا استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للإضراب لمدة 3 أيام في انتظار صدور البيان للمجلس الوطني في الخطوات الصعيدية المقبلة. جينا كنقولوا مطالبنا واضحة وهي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. الحكومة هي وهمزة زيها هي وهمزة زيها هي. جاءت الوقفة اليوم بالأكاديمية تزامنا مع البيان الختامي الذي أصدره المجلس الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي دعا إلى تجسيد وقفات أمام الأكاديميات وإضراب لمدة 3 أيام، أيام 22 23 24، للرد على ليس للمطالبة بالحقوق فقط ولكن لإعادة الكرامة للأستاذ نتيجة العنف الذي تعرض له. ولاحظنا بأن الدولة لا تريد حلا او اصلاحا لهذا، فالاصلاح ينطلق من الاستاذ، فالاستاذ هو عماد العمليه التعليميه التعلميه، لذلك فالكل يجب ان يتجند وراء الاساتذه، لاننا لا نطالب فقط بادماج الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، ولكن نطالب بمدرسه عموميه والحق في الوظيفه العموميه. وشكرا.